السلام عليكم يا حباب، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم جميعا في قناتي وقناتكم. اول شيء بغيت نشكركم اولا على يعني الناس الجدد اللي يدخلوا عندي القناه، فبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم كاملين فالقناه بدات كتكبر بشويه بشويه كتكبر، فان شاء الله كنتمنى انها تكبر اكثر وتولي عائله كبيره مازال ان شاء الله. اليوم علاش درت هذا الفيديو؟ هذا فيديو صغير، اولا انني توحشتكم وشحال هذه ما هضرتش معكم بحال هكا، وثانيا نفسي اتكلم معاكم خلاو المصريين. اول شيء هو انني درت هذا الفيديو باش نهنئكم بالحلول السنه الجديده، فان شاء الله يا رب يا كريم هاد سنه 2021 كنتمنها تكون حسن من ختها هذه اللي غتمشي 2020. هاد ختها هذه دوزاتها علينا، قولوا لي صراحه ما دوزاتهاش عليكم صراحه، يعني هاد 2020 دازت حسينا بها بلي دازت، ماشي زعما دوزاتها علينا مزيان ديال المعقول بسبب هاد الوباء، يعني ما بقيناش كنمشيو نشوفوا العائله ديالنا بسبب هاد الحجر الصحي حنا عندنا، يعني ولينا الخدمه للدار ما بقيناش كنقدروا، يعني ممنوع كان عندنا اننا نمشيو نشوفوا العائله يعني اكثر من شخص واحد ولا بعد مرض شخصين، فكان كنت انا كنفضل نبقى في الدار على انني نمشي يعني عند العائله وسبحان الله نجيب لهم الوباء للدار. فصراحه مده عام ما بقيتش حتى شي واحد من العائله بسبب هذا الحجر الصحي، لان داز الحجر الصحي الاول داز الثاني، فقال لك تسناو حتى الثالث. فهاد السنه 2021 هاد السنه 2020 ما بغا تخرج غتخرجها منا ديال المعقول حتى الاخر، يعني حتى الاخر لحظه غادي تتخرجها منا. فان شاء الله كنتمنى هذا 2020 ما توصيش اختها 21 تقول لها كوني كفس مني زيدي خرجيها منه. الله يبعدها علينا اختي، الله يبعد علينا هذا 2020، ديها تمشي ودي معها الوباء ديالها ودي معها كلشي الحاجه الخايبه، ديها معها الاخبار الخايبه وكلشي السيء دي معها، حاجه كلشي السلبيه ديها معها. و 2021 زعما تدخل علينا وتكون حنينه علينا هاد 21، تحن علينا يا ربي والحنان يا ربي يحن علينا ويسر الامور ان شاء الله. فالانسان غي يقوي ايمانه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله ما عمره ما خيب العبد ديالو. فالحمد لله على كل شيء، الحمد لله اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله، كل شيء الحمد لله. فكنتمنى لكم حبايبي هاد 2021 تدخل عليكم بالصحه والهنا وراحة البال خصوصا، وكنتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في حياتكم الشخصية والعملية، وربي يسهل عليكم في اللي عنده شي مشاريع ولا شي حاجة ربي يسهل عليه، والله يرزقكم ان شاء الله يعني السيدات اللي مازال ما عندهمش الدرية الله يرزقكم الدرية الصالحة ان شاء الله ويسر اموركم، فالله يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا وكل أمنياتكم إن شاء الله تحقق لكم إن شاء الله في 21، تحققوا لكم جميع الأمنيات ديالكم. فكروا دائما إيجابي وديروا لائحة في 21، ديروا الحاجة اللي خايبة والسلبية ديال هذا العام هذا اللي صفافة حيدوها من اللائحة ديالكم، ديروا لائحة جديدة وقولوا ها فوالا الهدف ديالنا هاد السنة هاد شي شي شي، وديروا هدف في الحياة ديالكم وان شاء الله غادي توصلوا لهذاك الهدف، يعني حتى شي حاجه ما مستحيله، كل شيء عند الله قريب، الانسان غير يقوي ايمانه ويخدم على ديك الحاجه اللي باغيها فغادي يوصل ان شاء الله. فهذوك الاشخاص اللي كانوا دايرين بيك الا كانوا كيعطوك غير الطاقه السلبيه وغير المشاكل، فما عندك ما دير بهم، ما عندكم ما ديروا بهم، بلوك بلوك سوبريمي وبلوك، ما عندكم ما ديروا بهذا الشيء. الانسان شوفوا غير الانسان اللي كيبغوكم واللي كيبغوا لكم الخير واللي يدفعوكم باش تحققوا الامنيات ديالكم والاحلام ديالكم، يعني حيت بعض المرات كيكون عندكم احلام كتقولها مثلا للصديقه ديالك مثلا نقولوا يا وتقول لك لا هادشي راه ما تقدريش عليه هادشي ما يمكنش ما تقدريش توصلي ليه وهذا، فهاد بحال هاد الاشخاص ديري عليهم كروه هادو صيفطهم ما عندك ما ديري بهم. شوفي الانسان اللي غادي يشجعك على حاجه اللي زوينه يعني اللي غادي يساندك في حياتك وفي كل شيء، اما الناس هذوك اللي ديما كيحطموك وهذا ما عندك ما دير بهذوك غير، فهذوك اللي كيحطموك فهم اصلا ما دايرين والو في حياتهم وكيبغوا يحطموك،
يعني ما تبقيش متبعه ليا هذا البشر هذا، حيدي عليك هذا الذبابات هذا، حيدي عليك وسيري شوفي الحلم ديالك حقيه، ماشي تبقى جالسه ليا في الدار وتسني الوحي ينزل عليك الوحي. فبنادم الا ما خدمش وكافح على الحلم ديالو باش يتحقق فراه ما عمره ما غيتحقق. غنقولها لك من هنا، يعني نوض وجاهد وخدم وهذا باش تحقق الامنيات ديالك وداكشي. وبالتالي كنتمنى لكم ان شاء الله ربي يحقق لكم امنياتكم، وكل واحد الله يعطي على قد نيته. يعني كاين الانسان اللي كيبغي الاخير الاخر الخير، فربي غادي يسهل عليك. علاش نقول هذاك ناري هذاك يعني نجح في حياته، علاش غنحسدو؟ بالعكس فعود من حسدو، دير بحاله، خدم حتى انت وكافح وغادي توصل ان شاء الله. هو وصل، علاش انت ما غتوصلش؟ مالو هو عنده 4 اليدين وانت عندك 2؟ مالو هو في الزيد عليك، ربي خلقك كين هو كين انت، غا هذاك عنده الاراده اكثر وخدام على راسه، وانت يبقى جلس ليا في المواقع الاجتماعيه وبقى تحلم ليا تما. راه ماشي بحال ما كيخدام، كيقول لك بغي الخير لاخيك كما تحب لنفسك، فربي غادي يسهل عليك. فكان شاء الله كنتمنى في 2021 يعني تغير الافكار ديال الناس، ما تبقاش ديك الافكار المغلقه وشي حاسد شي وهذا. كتشوفوا شوفوا هنا في اليوتيوب بعض المرات الناس عندهم قنوات صغار، بعض المرات ما كيبغوش يعاونوا دوك الكبار وما كيبغوش يعاونوا دوك الصغار. علاش؟ حيت خايفينهم انهم يطلعوا لنا. علاش كل واحد نتعاونوا ونديروا يد في يد وان شاء الله غادي نوصلوا. علاش غنحقد على هذا ولا نخليه؟ لا، خاصو يبقى ديما لتحت، انا نطلع وهذا خاصو يبقى لتحت. هذا هو الافكار ديال شي وحدين. علاش ما نبدلوش التغيير؟ تغيير الافكار وغيروا افكاركم. انا 2021 هذا هو كنت من انا انسان يغير تفكيره، ما يبقاش داك التفكير المغلق. يعني بطبيعه الحال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ماشي تفتحي تا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالانسان خصهم الافكار يتفتحوا وتبدل هذيك العقليه شويه ديال عم جدي وجدك. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله هاد 2021 تدخل عليكم بالصحه والهنا وبكل امنياتكم ان شاء الله تحقق. وكنقول لكم تهلاو في راسكم وان شاء الله نكون ديما خفيفه على قلبكم. صراحه 2020 يعني استفدت بزاف د الحوايج، من غير الطبخ، من غير بطبيعه الحال الطبخ راه تعلمت بزاف د الحوايج حتى من عند ناس اخرين، ولقاني الله باشخاص طيبين. فكنشكر كل واحد وكنشكركم كل شيء على تعاليقكم اللي كانت يعني ديما محترمه، وكانت ديما يعني كتشجعوني، واخا هما ما كانوش بزاف يعني في القناه ديالتكم عارفين فهي باقا صغيره، فالتعاليق كانوا يعني ما كاينش بزاف، ولكن نفس الاشخاص تولينا كاسره. فكنشكركم صراحه على تشجيعاتكم وعلى كل شيء، على تعاليقكم، على كل شيء وكنتمنى لكم الخير من كل قلبي. ان ربي يفرج عليكم كاملين ويستركم ويعافيكم، والله يشافي كل مريض ويشوف كل واحد يا سيدي ربي، والله يسهل علينا جميعا ان شاء الله. فما غنطولش عليكم الفيديو اكثر من هكذا. فإذا كان عندكم شي اقتراحات للقناه فمرحبا، عندكم شي حاجه. فانا بزاف ديال انا من المعارف ديالي والعائله ديال زوجي ما كيعرفوش العربيه، ما كيفهموش، فديما كيقولوا لي نجات ديري دي فيديو اون فرونسي، ولكن انا ما صراحه علاش ما كنديرش لي فيديو اون فرونسي؟ حيت ديجا في الدار هنايا كنهضر فرونسي وداكشي، انا كنبغي الفيديو ديالي بالعربيه، كنبغي اجميك سبريم يعني بالعربيه، ونبغي نهضر بالدارجه ديالتي العربيه. علاش ما كنبغيش نهضر يعني بالمصريه؟ يعني بامكاني انني نتكلم بالمصريه بامكاني هذا، ولكن لا. علاش؟ لان حنايا كنتفرجوا افلام ديال المصريين، كتفرجوا افلام ديال السوريين، كتفرجوا افلام ديال يعني ديال دول اخرى ياك، وبهم باننا تعلمنا اللهجه المصريه واللهجه يعني اللهجات الاخرين. فاي دول كلهم العربيه يعني كنفهموا ليهم. كنقول انا علاش غنهضر باللغه ديالتهم باش هما يفهموني؟ خاصهم هما يديروا شويه ديال المجهود، وخاصنا حتى حنا نعرفوهم باللهجه المغربيه.
خاصهم حتى هما يتعلموا اللهجه ديالتنا باش هما يعرفوا يعني يتحكوا بحالنا حنا حتى حنا تحكينا وكنفهموا لهم كلشي اش كيقولوا خاصهم حتى هما يفهمونا اش كنقولوا بالعربيه. هذا هو السبب الوحيد اللي خلاني انني نبقى شاده في الدارجه المغربيه ديالتي و دوزيامون انني مفتخره انني كمغربيه انني باللغه ديالتي اللهجه ديالتي كنفتخر بها. كاين الناس الاخرين اللي كيفتخروا كيهضروا باللغه الفرنسيه, هذا كيهضر بسميتو, هذا كيهضر بالفلامون, هذا يعني كل واحد عنده اللهجه, ولكن انا عندي جيش ديالي باغا نفس الجيش. اما فربما نقدر ندير شي فيديوهات اون فرونسي على قبل ما بيل فامي حيت هما ما كيعرفوش العربيه بتاتا, فكاينين شي غوسيت اللي كيبغوا يعرفوها. فربما غندير شي فيديوهات, ربما هاد سنه 2021 ربما غادي يكونوا شي فيديوهات ربما بالفرنسيه, فكيبقى بين قوسين. حيت راجلي قال لي ديري, هو براسو ما كيفهمش بالعربيه, كيقول لي في دي فيديو اون فرونسي هكاك باش يفهموا كلشي. حتى الاصدقاء ديالو اللي خدامين معاه وداكشي السيدات ديالهم كيبغيو يتفرجوا ولكن مع الاسف ما كيفهموا والو. على داكشي بعض المرات كندير السوتيتر لتحت كنديرهم بالفرنسيه باش يفهموني فوالا. فهذا كيبقى بين قوسين, فان شاء الله القادم غيكون ما احسن. فكما كنت في السنه الماضيه فكنت عاودت قصص واقعيه, فالاخت سونا بيجو اللي كنسلم عليها من هنايا فكانت قالت لي علاش ما ترجعيش ديري القصص الواقعيه كنتي كتعاوديهم, فهي زوينه عجبوها وداكشي قالت لك. فربما ان شاء الله نقدر نعاود ندير لكم هذه القصص الواقعيه. فصراحه درت غير جوج في السنه اللي فاتت مع ما كانش عندي اغلبيه الوقت مع الخدمه برا, وكنجي وكنبقى ندير مونتاج في الطبخ بعض المرات ولا دي فلوغ ولا شي حاجه. فغنحاولوا ان شاء الله نديروا شي حاجه جديده الا بقينا مازلنا في الحياه ان شاء الله. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بركة حدي هنا ما نزيدش. فكنقول لكم شكرا لكم كاملين كاملين, ما بغيتش نقول الاسماء لانهم بزاف بزاف ديال الصديقات اللي كانوا متابعيني وباقي متابعيني, فما بغيتش نقول الاسماء ديالهم خفت لنسى شي وحده والاخرى غادي تكع عليا ما بغيتش نجيب حتى شي وحده, فهي كيعرفوا راسهم واحد بواحد بواحد. فكنبوسكم كاملين كاملين, كنسلم عليكم كاملين, والله يفرحكم والله يسعدكم والله يخلي لكم كل ما عزيز عليكم ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.